بسم الله الرحمن الرحيم. كان في سؤال جه على القناة رجالة بيقول الأرضية بتاعت لون المارون ايه، او هو بيترش ازاي المارون ده؟ اللي احنا نعرفه عن المارون، المارون ده يعني هو مش لون يعتبر بترش بالعربية، المارون ده يعني عبارة عن صبغة انت بتلون بيها اللون، بتخلي مثلا يعني انت هترش عربية لون احمر فبتزود منه مثلا 2 جرام 5 جرام 10 جرام حسب ما الشركة قايله لك، لكن ان انت ترش جيب عربية على الفيلر وترشها مارون ده، اول حاجة هو لون غالي، حاجة زي البير اللؤلؤي ينفع نرش عربية اللؤلؤي؟ لا طبعا، بنرش تحت منها الابيض السادة وبعد كده بنرش اللؤلؤي الارضية. فهو يعني هو يعني حاجة بتسبغ بيها بتلون، لكن هو مش لون اساسي، ان هو شفاف جدا جدا بالظبط، بتدي دموية. يعني لو جينا خدنا بالنا هنا، بصوا ده مثلا ده وش مارون اهو، بصوا عبارة عن ايه؟ ازاز يعني ده ورنيش وعليه مارون، لو بص ده يعتبر الفيلم بتاع دي مثلا كده، ممكن يعملها بتاع هو ده السمك الورنيش على العربية مثلا بتاع 50 مايكرون اللي انتم شايفينها دي. فانا عشان خاطر ادي السمك ده، بص هنا الورنيش على المارون ادى سبغ ازاي، هنا بقى سبغ. ليه؟ لان دي كمية كبيرة، هل ينفع ارش الكمية دي على العربية؟ لا طبعا. وبعدين ده ورنيش ومتلون، انت عشان ترش مارون عربية كاملة ويسبغ معاك اللون بتاعه، انت هتحتاج كمية كبيرة وتدي طبقان كتيرة عشان وهتتخن، ومع الوقت الحاجات هتتمدد ويحصل طقطقة وشقشقة، لان الدهان والورنيش والفيلر والمعجون كل ده بيكون ليه فيلم معين مش مسموح لك انك تتعداه. فانت اهو هتوصل مثلا، انا هوصل للون ده ماشي، دي بعد فترة كده اصبر عليها شهر الحتة دي، وهتلاقي الحتة دي بقت قد كده اهو، صغرت كده كشت، فهتلاقي الدهان العربية حصل فيه طقطقة واي حركات من دي. فهو يعني هو مش لون ان هو نرشه على العربية ارضية. يعني انت ممكن تخترع حق او مش تخترع، في حاجات بترش كده، بنرش لون ولون تسبغ العربية مثلا طوبي او بصلي او 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 ايا كان اورنج، وبترشها مارون بقى، بتدي ايه للون حمار زي التنتد كلير او الورنيش الملون، مش بنعتمد ان هو يغير في اللون، لا هو يدي اللون حمار، يتحكم يعني ايه، يدي تأثير كده، لكن مش بيغير تغيير كامل في اللون، ان هو ايه شفاف يعني بس. واللي عنده ضفة حرنا الموضوع ده برضه سيب في التعليقات، ده ورنيش ملون اهو متكسر اهو زي ما احنا شايفين. حسوا الحب، صباح الفل يا رجاله.